هي قمة أكيد، تلك التي يحتضنها مركب فاس، مؤجل المغرب الفاسي والوداد البيضاوي من شأنه أن يكون له تداعيات قوية على مستوى سلم الترتيب. الوداد الرياضي المحتل الصف الخامس ب37 نقطة سيحاول بلا شك الفوز في هذه المباراة القوية والعودة إلى الديار بالنقاط الثلاثة لإحياء الأمل في المنافسة على اللقب، في وقت تبقى المهمة أصعب للمغرب الفاسي الذي لن يكون مسموحا له بمواصلة مسلسل إهدار النقاط. الماس تجمد رصيده عند 33 نقطة وسيخوض المباراة محروما من مدربه رشيد الطوسي المطرود في مباراة الدفاع الحسني الجديد وعبد الهادي حلحول بسبب الإصابة.